الكتاب 247، المقالة 10، لولو أم الجدايل بقلم آرسوفاليان. كان يا مكان بقديم الزمان، نحكي ولا ننام؟ نام شوي وبعدين نحكي. كان في ملك ساكن بقلعة كبيرة كتير، هو والملكة مرته، وكان عندهم 4 بنات أميرات حلوين، لانا ولينا ولونا ولولو أم الجدايل. وكانت لولو أم الجدايل أصغر أخواتها الأميرات، بيضاء وشفافة زهر وعيونها حلوين وشعرها أشقر طويل، تعملوا جدولتين. وكان الملك والملكة بيحبوها كثير وما بيرفضوا لها طلب. هدول الأميرات كل يوم الصبح بفيقوا متأخرين وباين عليهم التعب والنعس، بيبوسوا أبوهن وأمهن وبيقعدوا على طاولة الفطور مشان الفطور. لولو أم الجدايل بتحمل معها ستبينتها، بين قوسين سكربينتها، وبتأرجيها لأبوها. بابا شوف. شو بدي شوف؟ الستبينة. شو بها؟ كعبة مكسور، بدي واحدة جديدة غيرها. وين كسرتيها؟ ما بقلك، ما بقلك، أبدا أبدا ما بقلك. الملك بيقول للوزير جيب لنا ستبينة جديدة عوضها للأميرة لولو أم الجدايل. باليوم الثاني كمان بيجوا الأميرات على الطاولة مشان الفطور. لولو أم الجدايل بتحمل معها ستبينتها، سكربينتها، بتأرجيها لأبوها. بابا شوف. شو بدي شوف؟ الستبينة. هاي القديمة؟ لا، هاي الجديدة. شو بها؟ انكسر كعبة، بدي واحدة جديدة غيرها. كيف انكسر كعبة؟ من الرأس. وين رقصتي فيها؟ بالحفلة. إمتى كانت هاي الحفلة؟ مبارح بالليل. وين؟ ما بقلك، ما بقلك، أبدا أبدا ما رح أقلك. الملك بيقول للوزير جيب لنا ستبينة جديدة عوضها للأميرة لولو أم الجدايل. الأميرة لانا بتقلها لأختها الصغيرة لولو أم الجدايل، برافو عليك يا لولو أم الجدايل، أنتي ذكية كتير والبابا بيحبك، مشان هيك بتكوني أول وحدة فينا بتفوت ونحنا كلنا وراكي، وبيشوفك البابا قبلنا. خليكي مثل ما اتفقنا، مهما سألك البابا وين الحفلة وكيف رحتوا وأيمتى رجعتوا شو بتجاوبي؟ ما بقلك، ما بقلك، أبدا أبدا ما رح أقلك. باليوم نفسه حط الملك إعلان كبير على باب القصر بيعرض جائزة كبيرة على أي حدا بيقدر يكشف السر، حتى يخبر الملك انه الاميرات وين عم يروحوا وامتى عم يروحوا حتى يحضروا الحفلة. وين هاي الحفلة؟ اللجنة اختارت 3، والملك قال لهم كل واحد بعطيه فرصة واحدة كان يعرف الحقيقة، وإذا ما عرف
ما بياخد شي وبيطردوه. أول واحد كان محارب بس سمين كتير، وطلب من الملك يعطيه غرفة مواجهة غرفة الأميرات مشان يراقبهم للصبح وما يخليهم يطلعوا برات الغرفة، وإذا طلعوا بيطلع معهم وبيمنعهم يطلعوا برات القصر. وغابت الشمس وصارت الدنيا المساء، واحتاروا الأميرات إنه شو بدهم يعملوا لحتى يطلعوا. قامت لينا قالت للانا: لانا تأخرنا كتير ولازم نطلع، شو لازم نعمل؟ جاوبتها لانا: فكرت كتير وما عرفت شو بدنا نعمل. شو رأيكم كل واحد يفكر بخطة ونتشاور أي خطة هي الأحسن وننفذها؟ وكانت أحسن خطة هي خطة لولو أم الجدايل، وشرحت لولو الخطة على إخواتها وقالت لهم: انتبهتوا إنه هالمحارب سمين كتير؟ قالوا له: وين المشكلة؟ هو حارس علينا وما رح يخلينا نطلع، سمين أو رفيع. قالت لهم: السمين بيحب الأكل كتير، وأنا رح أعمل معه مقلب ورح ينجح أكيد، بس أنتوا البسوا وحضروا حالكم مشان ما نتأخر. وفاتت لولو أم الجدايل على غرفة الحارس وبإيدها صحن أكل كتير صغير، وصارت تاكل منه. فسأل الحارس: شو هذا يا لولو أم الجدايل؟ أكل طيب كتير، بدك تدوق؟ قال: إيه. وداء وقال لي: هاي شو طيب هالأكل يا لولو؟ فقالت له: بتحب جيب لك؟ قال لها: يا ريت. وراحت لولو على المطبخ وسكبت صحن وحطت له فيه دواء منوم، وأكل أول لقمة والتانية والتالتة ونام، وصار شخيره يوصل لغرفة الأميرات. لولو أم الجدايل قالت لأخواتها: يلا نهرب قبل ما يفيق. وفتحوا باب غرفتهم ونزلوا على الدرج. ودايما لانا كانت تلبس فستان عرس ابيض ديله طويل، واخواتها يقولوا لها: هاي الفستان عم يسد الدرج وما يخلينا نطلع بسرعة. ووصلوا لجنينة القصر وفتحوا الباب وطلعوا على الجنينة ومشيوا على طريق حلو كتير، وطلعوا على أول جسر وقطعوا أول ساقية، وتاني جسر وقطعوا تاني ساقية، وتالت جسر وقطعوا تالت ساقية، ووصلوا لآخر الجنينة. وكان في سور عالي وفي باب خشب عليه رقايق ذهب مكتوب عليه حديقة الملك. لولو فتحت الباب وإخواتها فاتوا، لانا أول شي وبعدين لينا وبعدين لونا وآخر شي لولو أم الجدايل. سكرت الباب، كانت أرض الحديقة حديقة الملك كلها أعشاب من ذهب، وفيها شجرة كبيرة كل وراءها من ذهب. لانا أطفت ورقة من الشجرة الذهبية وحطتها بجيبتها، وكانت بدها تعمل تاج من ورق الذهب، وكل يوم كانت بتقطف ورقة.
بآخر حديقة الملك كان في سور عالي وفي باب خشب عليه رقائق من الفضة ومكتوب عليه هذا الباب يوصل إلى الشاطئ. لولو فتحت الباب وإخواتها طلعوا، لانا أول شي وبعدين لينا وبعدين لونا وآخر شي لولو أم الجدايل، وسكرت الباب. وكان المنظر حلو كتير، الشاطئ قريب والقمر بالسماء والشمس عم تنام بالمي، وأربع مراكب خشبية كل مركب فيه أمير. طلعت لانا بأول مركب ولينا بتاني مركب ولونا بتالت مركب ولولو أم الجدايل بآخر مركب، وراحوا على الجزيرة اللي هي مملكة تانية، ونزلوا من المراكب كل أميرة ومع الأمير اللي بتحبه. وكان في قصر عالي وإله جنينة كبيرة كتير وعطرفها قلعة، وهون كانت بتصير الحفلة يلي بيجوا عليها كل يوم. وأول ما يوصلوا على البيست كانت بتتغير الأضوية وبتصير قوية كتير ودوارة، وبتتغير أحمر وأصفر وأزرق وأخضر وموفي، وعالداير كان في بفلات كتير وموسيقى صوتها عالي كتير. وكانت أول رقصة هي رقصة الشوريمار بين قوسين اللامبادا، والكل عم يرقص ويرقص ويرقص حتى تعبوا وراحوا قعدوا على الطاولات. وصل الأكل الملكي جوات جاطات من ذهب، والحلويات والفواكه جوات جاطات من فضة، وأكلوا حتى شبعوا ورجعوا يرقصوا ويرقصوا ويرقصوا ويرقصوا، وأكتر شي لولو أم الجدايل. ونادولهم مشان يعملوا هابي بيرثدي توتو، وكان قالب الجاتو كتير كبير، وشعلوا الشمع وقطعوا القالب وأكلوا. لولو أم الجدايل كانت قاعدة قدام لونا وقالت لها يمكن رقصنا كتير؟ لا، كل مرة نفس الشي. بس ليش عم تسألي؟ لأنه انكسرت الستبينة. وركبوا الأميرات كل وحدة مع الأمير اللي بتحبه، ورجعوا على قصر أبوهم بنفس الطريقة. وتاني يوم الصبح بابا شوف، شو بدي شوف؟ الستبينة هاي القديمة؟ لا، هاي الجديدة. شو بها؟ مكسر كعبها، بدي وحدة جديدة غيرها. كيف انكسر كعبها؟ من الرأس. وين رأستي فيها؟ بالحفلة. امتى كانت هاي الحفلة؟ مبارح بالليل. كيف طلعتوا مبارح وانا حاطت عليكم محارب شجاع مشان ما يخليكم تطلعوا؟ بس طلعنا. وين كانت هاي الحفلة؟ ما بقلك، ما بقلك، ابدا ابدا ما رح قلك. الملك بيقول للوزير جيب لنا ستبينة جديدة للأميرة لولو ام الجدايل، وبطريقك جيب لنا المحارب الشجاع لنفهم منه شو القصة. أسعد الله مولانا الملك، أنا بعرف إنك محارب شجاع، فكيف ما قدرت تحرس بناتي؟
مولاي لولو أم الجدايل جابت لي أكل طيب كتير، فأكلت ورحت بسابع نومي. يا حراس خدوه لبرات الأصغر، بس عاملوه بلطف شديد لأنه كان محارب شجاع، وجيبولي المرشح التاني. أمرك يا مولاي، أنت شاب فارس الفرسان وبعدك صغير، وقائد الحرس قال لي إنك بطل شجاع، أنت بتعرف القصة. نعم يا مولاي، بدي تراقب الأميرات وما تخليهم يطلعوا برا القصر، بس بدي إياك تعاملهم بلطف شديد وما تنسى إنهم أميرات وبنات الملك. حاضر يا مولاي، روح استلم الغرفة اللي بابها مواجه باب غرفة الأميرات. وغابت الشمس وصارت الدنيا المساء، واحتاروا الأميرات إنه شو بدهم يعملوا لحتى يطلعوا. قامت لينا قالت للانا، لانا تأخرنا كتير ولازم نطلع، شو لازم نعمل؟ جاوبتها لانا، فكرت كتير وما عرفت شو بدنا نعمل. شو رأيكم كل واحد يفكر بخطة ونتشاور أي خطة هي الأحسن وننفذها؟ وكانت أحسن خطة هي خطة لولو أم الجدايل. وشرحت لولو الخطة على إخواتها وقالت لهم، انتبهتوا أنه هذا المحارب رفيع كتير وجسمه رياضي؟ قالوا له، وين المشكلة؟ هو حارس علينا وما رح يخلينا نطلع، سمين أو رفيع. قالت لهم، الرفيع بيحب الشرب كتير، وأنا رح أعمل معه مقلب ورح ينجح أكيد، بس أنتوا البسوا وحضروا حالكم مشان ما نتأخر. وفاتت لولو من جدايل على غرفة الحارس وبإيدها كاس بيت صغير، وصارت تشرب منه وتسبل عيونها. فسأل الحارس، شو هذا يا لولو أم الجدايل؟ قالت له، نبيذ ملكي خاص للملوك، طيب كتير، بدك تدوق؟ قال ايه، وداق. وقالها، ياي شو طيب هالنبيذ يا لولو. فقالت له، بتحب جبلك؟ قالها، يا ريت. وراحت لولو على المطبخ وجابت كاس وحطت له فيه دواء منوم، وشرب اول شفه والتانية والثالثه ونام، وصار شخيره يوصل لغرفه الاميرات. لولو ام الجدايل قالت لاخواتها، يلا نهرب قبل ما يفيق. وتاخروا بس وصلوا على الحفله ورجعوا. وتاني يوم الصبح، بابا شوف. شو بدي شوف؟ الاستبينة هاي القديمة؟ لا هاي جديدة. شو بها؟ انكسر كعبة، بدي واحدة جديدة غيرها. كيف انكسر كعبة؟ من الرأس. وين رأستي فيها؟ بالحفلة. إمتى كانت هاي الحفلة؟ مبارح بالليل. كيف طلعتوا مبارح بالليل وأنا حاطت عليكم فارس الفرسان مشان ما يخليكم تطلعوا؟ بس طلعنا. وين كانت هاي الحفلة؟ ما بقلك، ما بقلك، أبدا أبدا ما رح قلك. الملك بيقول للوزير، جيب لنا استبينة جديدة للأميرة لولو أم الجدايل، وبطريقك جيب لي فارس الفرسان لنفهم منه شو القصة. أسعد الله مولانا الملك.
أنا بعرف إنك فارس الفرسان الشجاع، فكيف ما قدرت تحرس بناتي؟ مولاي لولو أم الجدايل جابت لي مبيت طيب كتير، فشربت ورحت بسابع نومة. يا حراس خدوه لبرات القصر، بس عملوه بلطف شديد لأنه فارس الفرسان، وجيبولي المرشح الثالث. أبرك يا مولاي. أنت شو يا ابني؟ أنت شو يا ابني؟ أنا جندي عادي من جنود مولانا الملك. وبتعرف القصة؟ نعم يا مولاي. أنا خايف على الأميرات يا ابني، ويا ترى رح تنجح أما رح تفشل؟ رح أنجح إذا سمعت اقتراحي يا مولاي. وشو اقتراحك يا ابني؟ خلينا نراقب الأميرات ونعرف لوين عم يروحوا، وبعدين يا مولاي بتقرر شو لازم تعمل. طيب، بدي تراقب الأميرات وتعرف وين عم يروحوا، بس بدي اياك تعاملهم بلطف شديد وما تمنعهم من شي، وما تنسى انهم بنات الملك. حاضر يا مولاي. روح استلم الغرفة يلي بابها مواجه باب غرفة الأميرات. حاضر يا مولاي. وغابت الشمس وصارت الدنيا المساء، وبعتوا لولو أم الجدايل، فراحت ورجعت وما لقيت بالغرفة حدا، مع أنه جندي كان بالغرفة. وقالت لأخواتها يا خسارة الغرفة ما فيها حدا، فقالوا لها بيكون أحسن. قالت لهم كيف بيكون أحسن وهذا الجندي عيونه حلوين كتير؟ فقرروا يروحوا بسرعة، بس ما كانوا بيعرفوا أنه الجندي شجاع كان معهم، بس مو مبين لأنه في ساحرة عطته رداء وقت بيلبسه بيختفي. وكانوا نازلين على الدرج، فالجندي بالغلط دعس على فستان لانا وهي نازلة، فانشق ديل فستانها، وانتبهت وقالت لأخواتها كأنه حدا دعس على فستاني. فقالوا لها بس ما في حدا، أكيد عم تتوهمي. وكان الجندي لاحقهم خطوة خطوة، وركب مع لولو أم الجدايل بالمركب الرابع، ووصلوا على الحفلة. بس ما كان في حفلة، كان الملك يلي بالجزيرة هو ولاده قرروا خطف الأميرات قبل ما يحاربوا الملك أبوها للولو أم الجدايل. قام الجندي شلح الرداء وقال لولو خدي الأميرات واركبي معهم بواحد من المراكب وأنا لاحقكم. صار يضرب بسيفه يمين وشمال، وركب مع الأميرات وصار يجدف بكل قوته حتى وصل بالمركب ومعه الأميرات سالمين. وأمر الملك بأنه يستلم الجندي الشجاع قيادة الجيش، والجندي طلب إيد لولو أم الجدايل وسألها أبوها، فسبلت عيونها وقالت لأبوها هذا من شعبنا يعني مثلنا، ونحن كنا غلطانين بس ما كنا بنعرف انه هدول اعدائنا. وصار بالقصر عرس استمر 7 ايام، ولانا عملت تاج من ورق شجرة الذهب وحطته على راس لولو ام الجدايل، وتوتة توتة خلصت الحتوتة. هامش كانوا
صغار ينامون حدي، ونادرا ما سمعوا القصة حتى أواخرها. أحيانا كنت أعتقد أنهم قد ناموا، فأتوقف عن السرد فتنادي إحداهن: بابا اكمل القصة. كانوا ينامون قبل أن تنتهي القصة، ونادرا ما كانوا يكملونها حتى آخرها. وبعد انتهائها كنت أحملهم إلى أسرتهم. هذه القصة التي لا أعرف غيرها، والتي أعدتها على مسامعهم مئات المرات، سمعت بداياتها من البي بي سي في درس تعليم الإنجليزية، ونسجت منها قصة جديدة تتغير حتى وصلت إلى شكلها الأخير، ولكن حبكتها ضاعت بين النتيجة وبين الهدف، هدف الأب الأرمني عندما يحكي لأطفاله قصة. أرس فاليان كاتب إنساني وباحث في الشأن الأرمني، 27/4/2023.